يقول: أنا طبيب وكنت أعمل عمليات ترقيع غشاء البكارة، ما الحكم علما بأني أعلم أحيانا أن الفتاة فقدت بكارتها بطريقة محرمة؟ لا تعمل هذا، لا تعمل هذا، تغش الناس، هذا غش، غش للناس ألا تعمل فيه. وأيضا هذا فيه كشف عورات، تكشف على عورات البنات لأجل الترقيع، ابتعد عن هذه المهنة. نعم. وماذا عليه فيما مضى؟ توبة إلى الله وترك هذا الشيء.